مشاهدي قناة الموريتانية في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مال وأعمال، والتي تأتيكم من معبر قري الحدودي، حيث سنناقش فرص الاستثمار ودور التبادل التجاري بين المنطقتين في التنمية المحلية في ولاية قديماقة. فأهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم من جديد طبعا ضمن هذه الحلقة من برنامج مال وأعمال، والتي نخصصها للتبادل التجاري بين موريتانيا وسنغال عبر معبر قري الحدودي. ونستضيف لكم في هذه الحلقة صدفة ول محمد رارة، وهو تاجر متنقل بين الضفتين. اهلا وسهلا بك معنا صدفة. صدفة، بداية، انتم كتاجر متنقل وعندكم بضائع تنقل يوميا بين الضفتين، لا يتكلمون عن أهمية هذا المعبر بالنسبة لكم انتم كتجار ومستثمرين؟ 78 قطع عدل فيه باق صغير، وقبل ذاك الباق خسر، وتأثرت الناس منه. كانت تجي باخرة مولي من صور كي هيدي صغيرة يقولها ابن مغداء، تجي كانت تشم البضائع تجيبوها، وتجي ياسر من التسهيلات، يقول لنا نخلق منظمة استثمار معها، عاد الابحار مالت اللي تقطع، كان يتقطع، جات اللي تقطع عاد يجي السفن من صور مالي. حان نشمل البضائع، ونحن هنا مولي نصدر السفن عبر البحر، قاسين به مالي خال، وقاسين به القرى اللي دون خال، وفيه معبر الناس تمشي بالبضائع يوميا، قاسها بها السنغال، وتجيب البضائع يوميا من السنغال، يعني على انه معبر رسمي، نزش المركز الاداري، نزش الولايه تسيري بابي اللي حلاه. ياسر راك من الامور، وكيف المواد الغائيه منها الخضروات، ومنها ياسر من الامور، ومنها الاسماك، ومنها ياسر بالرغم ان احنا ننتج الاسماك نسوقوها بلدات المجاوره، هي الخضروات اللي تجينا من حدود السنغال اللي عاد يزرعوها، وتجي يوميا هون تقيس سيلي بابي وتنباع فيه، معناها فهم بضائع ثانيه كالتجاره السكر دلوير، وذا احنا نمشوه في بضائع من السنغال تجينا نجيبوها احنا مولي هون ونمشوا بها شهر مثلا ونبيعوها. أنا عندنا تبادل تجاري بين الدولتين، مستفادين من الشعوب، مستفادين من الشعوب كاملة. من هذا التبادل التجاري كان عنده مواسم يعود أنشط فيها من مواسم أخرى، والله على مدار السنة نفسها. بالنسبة للمركز هون إلى أن يعود زمن الخريف تتوقف الطريق مالي، يعود الوتات ما قد يقيسوا مالي، يعود بعض الوتات يجوا هون للقري ويحطوا هون ويرفدوا في القوارب اللي هون قاسين به خال، لكن يكثر الوتات ويكثر كثر البضائع اللي تعبر منها. إذا زمن الصيف وتأتي بالسترا يعود أكثر اللي يمشي من الوتات على جهة خاي من واكشوط قايس خاي من من منهم. وبالنسبة للسنغال احنا هم الخريف والشتاء متقادين فيه، في الصيف متقادين به اللي بين البحار، أصلا البضائع تمشي لها عن طريق السفن. بالنسبة لعدد المستثمرين والله التجار الموجودين في هذا المعبر الحدودي، شنو هون هون مؤسسات، هون في 3 مؤسسات رسميه دون ابات قصار، في مؤسسات رسميه، في جماعه الراجل المحمود، وفي هون الصالح، وفي الممه، هاو تجار مؤسسات في سيلي بابي في الولايه، الحمد لله في ياسر الموريتاني كاع كامل، غير بعد موريتاني هون في القري هون اساسا عندهم نشاط تجاري لا باس به، عندهم نشاط تجاري ما خاسر هذا الشيء.
شنو هي ابرز البضائع اللي يتم استيرادها من موريتانيا الى الدول الشقيقه مالي والسنغال؟ فيه بضائع بالنسبه لمالي ياسر من البضائع قاعد تقبل، بالنسبه للسنغال البضائع اللي تجيها قليله من هون الى عاد كذا المدن المجاوره كلها فيه اللي ما مسموح بها شي ما يديهم كي السكر والدلوير ما يديهم. قد يستعدون للدول المجاوره لا القرى المجاوره. البضائع اصلا تديهم قد حد يعمر بها. ذيك دائما يعود زمن كان قد التم لا تقطع. هو لا فائدتها على المواطنين وفائدتها على النساء وفائدتها على الشعوب. هون العلايات هون في قرى حالا يوم يبيعوا هون بوكي يبيعوا السكر ويبيعوا الورقه ويبيعوا موادهم كاملين يبيعوا التمور ويبيعوا كل شيء عنده يبيعوا له. يقول لهم اللي بالمقابل خضره ويشربوا امورهم ويشربوا امورهم. كم تبادل تجاري واستفاده بين الجانبين؟ استفاد منه الشعوب كامله، استفاد منه الشعوب. شنو ابرز ذيك المهن اللي مستفاده من التبادل التجاري بين الضفتين؟ ابرز المهن الموجوده. المهن ما هو المهن التجاره هي لا التجاره، التجاره الناس كانوا امتهنتها كمهنه. وكلها اجبار عليها على حبها، التجار الكبار يجيبوها يجيبوا تجارتهم الياسره والناس الصغار البسيطه تمشي ذاك اللي تمشي فيه يوميا. حتى النساء كلهم يعرفوا ايش تبيعوا دار تستفاد منه تروح منه شيء. فمن الناقلين اللي يستفادوا هاو السفن هاو السفن هاو السفن مستفادين نقل البضائع بين الدولتين والله بالدول قاع وبين مستفادين من نقل الملاحه البحريه بين كيهيدي وخاي. انتم كمستثمرين هون في نقل البضائع بين الضفتين شنو هذيك المطالب اللي تطالبوا بها توفيرها في المعبر الحدودي كان؟ احنا خالي ياسر من الامور عايقنا قضيه هذه السفن اللي ما يقدروا ينقلوا البضائع في ريده واحده. ذي مشير 30 طن و20 طن وهو غير فم ياسر من الامور نعرف انه هو معبر مكانته جغرافيه مهمة. كان هون قاع كان هون جسر تقريبا والله هون باكي باق روسه كبير نرى علينا الدور الاكثر البضائع بين هون وهون سهل الحركة قل من هون قرب من هون قرب من هون من هون الضفة من روسو للولايات الشرقية كيف سيلي بابي وكيف كيفه وكيف العيون وذاك الشيء منين يعود هون معبر رسمي عنده باق والله عنده جسر نرى لانه دور الاكثر نقل البضائع منه قاعد يساهم كانه في الحركة التجارية. إذا شكرا جزيلا لك صدفة ولد محمد رارة تاجر متنقل بين الضفتين. مشاهدينا الكرام نعود بعد الفاصل فابقوا معنا. بكم من جديد. طبعا برنامجنا اليوم هو خاص بمعبر قري الحدودي والحديث عن التبادل التجاري بين منطقتي الضفة، ونستضيف لكم المراقب محمد الأمين والشيخ وهو رئيس مكتب الجمارك على مستوى ولاية قديماقة، وذلك للحديث عن دور الجمارك في عملية التبادل التجاري بين المنطقتين. أهلا وسهلا بك ضيفي الكريم. بداية الحديث عن معبر قري وأهميته بالنسبة للبلاد كأحد روافد الاقتصاد وجاذب للتبادل التجاري. دور الجمارك هو الدور الأول بالنسبة لعمليات التبادل التجارية نظرا للاختصاص بحيث تتم جمركة البضائع الصادرة والواردة منه عن طريق هذا المعبر. ومكتب الجمارك في سيدي بابي على غرار الإدارة العامة للجمارك رافد من روافد الخزينة العام، وفي هذا المعبر تتم بالإضافة إلى معابر أخرى تتم جمركة البضائع الواردة من جمهورية السنغال وجمهورية مادو. بالنسبة لعملية التبادل التجاري بين استفادة موريتانيا من ناحية الصادرات والواردات ومن ناحية حتى دخول العملة الصعبة للسوق المحلي. استفادة موريتانيا من هذه الصادرات وهي استفادة من ناحية الجمركة أولا، حيث أن هناك رسوم على هذه البضائع الواردة، وهناك أيضا اتفاقيات تبادل بين الدول، وهناك أيضا دور رقابي يعني حماية للمنتوج المحلي في موريتانيا من منافسة منتوج الدول المجاورة أو منتوج دول أخرى، مما يضمن استمرارية العمل، استمرارية النشاط
وما يوطد من العملية التنموية في البلاد. دور معبر قريش حدودي كأحد يعني روابط المباني التجارية، دوره تنمية البحث يعني مستوى المنطقة، يساهم في دور المعبر في إنعاش السوق هو دور تبادل تجاري، دور تبادل تجاري، استيراد البضائع وتصديرها، وما يخلق حركية اقتصادية ويخلق نشاط مدر للدخل اليومي للمواطنين، ويغذي الخزينة العامة بكميات مبالغ الجمركة. ما هي أكثر المواد الغذائية أو البضائع التي يتم استيرادها من موريتانيا إلى دول مجاورة؟ أنتم كمشرف على هذه العملية؟ هناك بضائع موريتانية المنشأ، هناك بضائع تخضع لنظام العبور، أنظمة متخصصة جمركيا، يعني هناك بضائع محلية موريتانية المنشأ تصدر إلى الدول في إطار التبادلات التجارية وليبرالية السوق العادية، وهناك أيضا مواد تصدر للدول المجاورة عن طريق نظام جمركيا معروف يسمى نظام العبور الترانزيت. بالنسبة لهذا التبادل التجاري، أنتم كجمارك مكتب الجمارك، ما هي التسهيلات التي تقدم للتاجر الموريتاني المتنقل بين المملكتين من أجل دعم التبادل التجاري؟ التسهيلات التي تقدم هي فتح أبواب الإدارة أمام الجميع. بالنسبة للتسهيلات هي فتح أبواب الإدارة أمام المواطنين، وبالنسبة للجمركة هناك قانون ميزانية يطبق في شتى مكاتب الجمارك بالتساوي. إذن شكرا جزيلا لك سيد المراقب محمد أمين ولي الشيخ رئيس مكتب الجمارك على مستوى ولاية قديماغة. مشاهدينا الكرام، نبقى مع هذا العنصر ثم نختم الحلقة. على هذه الضفة يقع معبر قري الحدود التابع لمقاطعة غابو بولاية قديماغة. يطل هذا المعبر الحدودي على دولتين وهما مالي والسنغال، ثلاث ولايات ضمن الحيز الجغرافي لهذه الدول تستفيد يوميا من البضائع ومختلف حاجيات السوق عبر هذه الضفة النهرية. جمركة المواد العابرة للحدود تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في فك العزلة عن الولاية من خلال خاصية التبادل التجاري. ميزة أخرى لهذا المعبر الحدودي وهي عبور المواطنين يوميا من أجل عرض منتوجهم وبيعه والعودة مساء برصيد ربحي، وهكذا ذهابا وإيابا يستفيد المواطن من مختلف المهن والأنشطة التجارية. وصلنا الآن مشاهدي الكرام إلى ختام هذه الحلقة التي كانت معكم من معبر قري الحدودي، وتحدثنا فيها عن أهمية التبادل التجاري بين الضفتين ودوره في التنمية المحلية لولاية قديماغة. نشكركم على حسن المتابعة، نلتقي في حلقة أخرى وإلى اللقاء. La Mauritanie reo, reo ma Sénégal, la Mauritanie reo, Tibina Porto, Maoni Kansado. La Mauritanie, oh.
عمر إبراهيم ولا عمر ولا ميجار كان صدور Cartou, cité nouvelle, c'est Picoïdalie.